بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتطرق إلى شرح عرض تقديمي أو برنامج يختص بالعروض التقديمية مثل الباوربوينت، ولكن الباوربوينت متخصصنا باوربوينت لباوربوينت. مثال: هذا البرنامج يتيح لنا خدمة أن أستطيع أن أفتح هذا العرض التقديمي في أي آيباد أو أي لابتوب من غير وجود فلاش أو من غير لا أخزنة في مكان مثل قرص المرن وغيره، ولكن هذا البرنامج بمجرد وجود الإنترنت يمكنك الدخول عليه من الإنترنت أو جوجل كروم. مجرد تكتبين www.com emaze.com تسوي انتر، تظهر لنا الشاشة الرئيسية عقب ما كتبنا www.com emails.com. تطلع لنا شاشة رئيسية بهذا الشكل، و برنامج الإيميز اللي يميزه انه يدعم اللغات مثل الفرنسية ومثل الإنجليزية ومثل العربية، وهذا أهم شيء إنه يدعم اللغة العربية. حول عربي لونج إن، إذا كنت مسجل في الحساب أو مسجل بالبرنامج ولك حساب فيه، فمجرد ما تضغط لونج إن راح يكتب أو تكتب الإيميل وتكتب الباسورد، بس أنا حفظتهم على الإنترنت مالي فتظهر لي على طول. يمكنك أيضا الدخول من الفيسبوك، مجرد الضغط على الفيسبوك كتابته، وأيضا شاشة رئيسية موجود عليها عروض يمكنك أن تشاهدهم قبل الدخول إلى البرنامج، أو يمكنك أيضا تعديل على هذه العروض التقديمية الموجودة عند الشاشة. برنامج الإيميز يتيح لنا فرصة تحميل هذا العرض التقديمي على سحابة بالإنترنت، وأيضا يتميز به مثل ما قلنا يدعم اللغات، وأيضا يمكنك أن تفتح هذا البرنامج مثل ما قلنا بالأول على الآيباد، اللابتوب، الآيفون. مثلا لو كان كنت عندي عرض تقديمي وما أقدر أو ناسي اللابتوب، فيمكنني أن أدخل عليه من الآيباد. مجرد أدخل عليه www.emails.com وأكتب حسابي يظهر لي العرض التقديمي اللي أنا مسيفته على البرنامج. وأيضا أن البرنامج يتمتع بأنه يوجد فيه تشكيلة كثيرة وراقية من العروض التقديمية، وأيضا سهل الاستخدام، ومثل ما قلنا يدعم اللغات. سوي دخول للبرنامج، مجرد كتابة الإيميل والباسورد. أولا تظهر لنا الشاشة الرئيسية للبرنامج، يمكنني أن أنظر إلى العروض التقديمية الموجودة في شاشة رئيسية مثل هذا عرض تقديمي لي مثلا عيد ميلاد. لو بصحح عليه تكون بهذه الحركة، عرض تقديمي راقي وجميل. أو إنه اختار أي عرض تقديمي آخر مثل موجود، وهنا يوجد الإيميل ويوجد الشو اللي هو العروض الموجودة نازلة بالبرنامج. مجرد أني أضغط عليها تظهر لي العروض الموجودة اللي نازلة، فهني أقدر أسوي إذا كنت بسوي عرض تقديمي جديد من هني أو من نيو. وهني إذا كان موجود عرض تقديمي من باوربوينت
وأنا بجيبه على الإيميز وبعدل عليه بخاصية الإيميز أو بسيبه على الإيميز وبسوي له تعديل من هني أو من فوق. هني هني إذا كنت مسيفة عرض تقديمي سويته وسيفته على الإيميل مالي أو على الصفحة مالتي تظهر بهذا المكان. وهني الإكسبلور هي العروض التقديمية اللي تم عملها إذا كنت أبشوف. طبعا العروض التقديمية كثيرة وعلى كذا مجال، الإعلانات أو على مجال التعليم أو سياحة أو أي شيء. إذا كنت بشوف العرض التقديمي فيمكنني أن أشوفه أو أعدل عليه. هني إذا بسوي نيو جديد فأختار النوعية اللي أنا بيها، خلينا نختار الأول. تظهر لنا أيقونة مليئة بالعروض التقديمية. إذا كنت بسوي أنا جديد بخترع مثلا بصمم لي شيء جديد أو باخذ تصميم موجود بس أسوي تعديل عليه، فنختار أي عرض تقديمي نبيه من هذه العروض التقديمية الموجودة اللي تصلح مع العرض اللي أنا بسويه أو مع الموضوع اللي أنا بسويه. فهذه عروض للتعليم مثل هني، مثل سكول هني، نختار أي عرض نبيه. مثل نختار هني سكول، يحمل البرنامج، يفتح العرض التقديم اللي راح نختاره. هذه الأدوات اللي تساعدني على العرض التقديم اللي راح أسويه. مثل تك هني اولا العنوان، ثانيا العنوان جانبي، ثالثا عنوان عادي. البيكتشرز الصور، اقدر اجيب الصور من موقع او من تكون صور موجودة على الانترنت، موجودة على الكمبيوتر مالتي. وهني الفيديو، طبعا الفيديو او الصوت اقدر احمله يا يكون من الكمبيوتر او من موقع. وهني الاشكال، اذا كنت بختار شكل بحطه بالعرض التقديمي اذا كنت بحتاج اي شكل. هذه اللي راح تساعدنا. طبعا الحين لما ابدي اسوي فحدد اول شيء نمسح الكلمه ونكتب بدالها كلمه مثل English English class. مجرد اني اكتبه ونختار بعد كلمة اللي تحت مثل مس دلال من هني اقدر اغير العنوان مثل ما قلنا، هني الصغر او بكبر بالعنوان، اختار تكبير يكون محاذي للشكل موجود. هني اذا كنت بحطه
يا يسار أو يمين أو بالوسط، بالوسط يكون شكله أحسن. هني العرض إذا كنت أبي سميك أو لا، هني تحته يكون أبي أختار اللون للكلام اللي أنا حاطته، نختار اللون الأزرق. الخلفية اختارها من هني اللون اللي احنا نبيه. هني اذا كنت بخفف السطوع او خليه شفاف او خليه واضح، فواضح احسن. هني اذا كنت ابي المسافة، إذا كنت أبي أخلي العلامة أو أبشيلها، فمجرد الضغط عليها تنشال العلامة. هذه العلامة لربط النص، عشان أربط النص، يا أربط النص في شريحة تكون شريحة الثانية أو الثالثة أو إلى آخره، أو أربطه في موقع. فنختار إذا كنا نبي نربط النص، وهني إذا كنت بسوي قفل على الشريحة موجودة، بحيث إن مجرد ما أسوي القفل إن هذه الشريحة ما عاد يتعدل عليها، مهما أسوي أي أحد يجي بيسوي على الشريحة ما يقدر، لأن أنا حاطة قفل. 3D استدارة مثل استدير أو يلف على جنب أو مقلوب. أو همّن تكبير والتصغير من هنا أقدر أختاره. و هني إذا كنت بتراجع عن أي شيء سويته، اختار اللون، الشريحة، الاسم الموجود تحت، كبره ونصغره مثل ما صار بالأول، خليه يسار أو يمين، ونخليه سميك ولون، غير اللون. خلفية إذا كنت أبي أخلي بعدها خلفية، فنقدر نحطه بالوسط. مثل ما قلنا هني الظهور أو إنه يختفي، ومن هني أقدر أيضا أكبر أو أصغر أي صورة موجودة في العرض التقديمي، مجرد الضغط ورفع السهم يتكبر معاي اللي أنا أبي أكبره، وأصغر اللي أنا أبي أصغره، الشكل اللي أنا بصغره أو بكبره. فيمكنني أن أغير في العرض التقديمي بأي طريقة أنا أبيها، يتيح لي البرنامج أني أتصرف في الموقع العرض الموجود فيه، فما في شيء يعني ما يصير بهذا
العرض